يكافحون من أجل الحياة طوال ساعات النهار. حتى في اليوم العالمي للاحتفاء بالعامل لا يجد هؤلاء وقتا للراحة. هكذا هو حال عمال القطاع الخاص والأعمال الحرة في محافظة شبوة كغيرها من المحافظات الأخرى. عيد العمال يعني يتغير كل سنة عن سنة، يعني طبعا الآن كلها قطاعات خاصة، مضطر العامل أنه يشتغل في يوم عيد العمال لأنه يعني قلال معيشة وذي مضطر أنه يشتغل في هذا اليوم. هكذا إذن لا يعني عيد العمال لهؤلاء شيئا، فالعيد بالنسبة لهم هو بحصولهم على ما يؤمن قوت يومهم من دخل مادي محدود لا يكاد يغطي متطلبات العيش الضرورية في زمن الحرب التي ضال أمدها وانعدمت معها الكثير من فرص العمل. أوضاع العامل اللي ماذا ما اسمحش يعني بالتكفيل قوت اليوم يعني. هذه الأعمال على الرغم من صعوبتها والتحديات التي تواجه العاملين فيها إلا أنهم أفضل حالا من العاملين في القطاع الحكومي الذين انتهكت حقوقهم لأكثر من عامين بسبب حرب ميليشيا الانقلاب، فضلا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها عمال الأجر اليومي وآلاف الذين تعطلت أعمالهم وأصبحوا على رصيف البطالة. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.